لو كان في قلبك لشريك حياتك ذرة واحدة من الحب، اتأكد إن آخر حاجة ممكن تعملها معاه إنك تخونه في الظل. بنرحب بالأستاذة سين ونحب نخش في موضوعك على طول، وياريت تحكي لنا قصتك من الأول. أهلا بحضرتك. أنا والله كنت مجوزة واحد ما بيحسش ولا عنده أي أخلاق. كان واحد يعني مهما تعمله ما بيديلكش أي نوع، أنت حتى تعبت علشانه أو عملت له أي حاجة حلوة. دايما كنت ألاقيه بيتكلم في التليفون وعلى جنبه بيتكلم على الواتس، فأنا مش فاهمة فيه إيه. فضلت أراقبه علشان أعرف هو بيتكلم مع مين وكده، فاكتشفت إن هو في علاقة ما بينه وما بين كذا ست بيخوني معاهم. طيب خلينا نبتدي قصة من الأول علشان خاطر ما انتهش منك ونعرف الموضوع. احكي لي الأول، انتوا ارتبطتوا ازاي؟ قعدتوا قد ايه بتعرفوا بعض؟ وقعدتوا قد ايه متجوزين؟ والعلاقة دي أثمرت عن ايه؟ اوكي، احنا خطبنا حوالي سنة وبعدين اتجوزنا، قعدنا مع بعض بتاع حوالي 6 سنين. وخلفت 3 أولاد منه. بس ابتدت المشاكل بعد فترة بقى. طيب الحاجات اللي انت ابتديت تلاحظيها بعد السنة كم من الجواز؟ بعد تاني سنة. انت كنت بتشوفي ان هو في كلام ما بينه وبين حد على ابتدى بقى هو يتغير شويه. واحده واحده. ايوه كملي حضرتك. بس وبعدين لما فضلت بقى لغايه ما عرفت امسك الواتس بتاعه اشوف فيه ايه اللي بيحصل عليه، لقيته في علاقات ما بينه وما بين كذا ست، وفي محادثات كتير قوي ما بينهم. محادثات مش عاديه، يعني حاجه كده فوق الخيال، واتخضيت اصلا لما شفتها وعرفتها. ومحادثات كلها حاجات جنسيه وحاجات زي كده. طيب انت اكتشفتي بعد تاني سنة الموضوع ده، ايه اللي قعدك لغاية ما كملتي 6؟ كنت بقعد اقول بكرة يبقى كويس، بكرة يبقى احسن، انا مش مخليه محتاج حاجة، انا مش بعمل حاجة تزعله. واجهتيه بالحاجات دي؟ حاولت اواجهه كذا مرة، كان بيشفط فيا وبيزعقلي ويقولي انا بعملش حاجة، هو انت بتتلككي، كلام من ده. طب كملي. بس بعدين لما شفت المحادثات وجيت بتكلم معي، قال لي انت ازاي تدخلي على تليفوني وتفتشي في حاجتي وصور طبعا، وابتدى يضربني ويهني ويقل ادبه عليا. فما بقتش عارفه اعمل ايه الصراحه. بعد كده حاولت ان انا عايزه اتطلق منه، بس ما كانت المشكله ان انا ما عنديش مكان اقعد فيه انا واولادي. فكان ليا ورثه عند اهلي كنت بحاول اخده عشان اعرف اعيش منه حتى، واخد مكان بره ما كانش بيرضوا يدهوني، يعني كان دايما في مشاكل مش عايزين يدوني ورثي. لغاية ما جيت في يوم رحت رافعة قضية عشان أعرف أخد ورثي، والقضية دي لما اتحكمني فيها لصالحي خدت الورث ورفعت عليه قضية خلع وجبت شقة وعشت فيها أنا وولادي. بس هو بعد كده مبقاش يهتم ولا أصلا بيدور على الولاد ولا اديلهم مصاريف. طيب والفترة ما بين إن أنت خدت ورثك لغاية ما اتطلقتي كان بيعاملك إزاي؟ هل كان بيعاملني وحش جداً؟ كان بيعملك وحش جدا. وكل ما كنت اتكلم معاه يعاملني وحش. طب انت يعني كنت بحاول اديله فرصه ان احنا ما ننفصلش عشان خاطر الولاد. طيب معلش يا استاذه سين، هل انت شايفه ان دي كانت ممكن تبقى نزوه وتروح لحالها وتقدري يعني تحتويها وتتكلمي معاه وترجعيه لبيته؟ ما انا حاولت كذا مره ان انا اتكلم وقلت يعني مثلا دي نزوه وهيبقى كويس وكده، فما كانش بيرضى. كنت بعمل له كل حاجه، يعني اي حاجه كان يطلبها مني شخصيه ليه ما كنتش بقول له لا ولا بعترض فيها ولا اي حاجه. بس ما كانش بيرجع، هو بيحب كده، يعني هو الراجل خاين، ما انا هعمل له ايه. طيب هل كان بيخونك مع حد انت تعرفيه من اصدقائك؟ لا كلهم ناس ستات ما اعرفهمش وناس كده غريبه الشكل. طيب انت دلوقتي منفصل عنه ومعاكي الولاد؟ ايوه، ما ده احسن حاجه ليا، لاني كنت كل ما اتكلم معاه بتوريله الولاد بيجي يشوفهم، بس ما بدلهمش اي مصاريف. مش رفع عليه قضيه؟ دي النفقه رفعت، بس يعني هو لسه الحاجات دي كلها في المحاكم ولسه فيش حاجه اتحكمت لي. قدرتي تثبتي الخيانه ولا انت بكلها محادثات؟ كلها محادثات، ولما عرف ان انا بدخل افتش وراه بقى يمسحها اول باول. هل شايفه ان ده مبرر انك تخربي بيتك علشانه؟ لا اكيد مش مبرر، انا ما كنتش عايزه اخرب بيتي، انا عديت له فرصه واثنين وثلاثه وكنت بحاول اتكلم معاه، بس هو ما كانش بيستجيب ليا خالص. وكنت كل ما اتكلم اقول له انا مش مخلياك يعني محتاج حاجه، ليه بتعمل كده؟ يقول لي هو انت فاكره نفسك ست؟ انا متجوز راجل. لا لا لا. فكنت حضرتك عايزني اقول له ايه او افضل معاه ازاي انا لما حد يقول لي كده؟ ويهين ده يعني هو كمان خاين ودمرني كمان نفسيا وقليل الادب. دمرني نفسيا، يعني خلاني كذا مره ان انا افكر في الانتحار، بس كنت بفكر في ولادي. طيب الولاد حسوا بالمشاكل ديت يعني؟
كنت اكيد طبعا قاعدين في بيت واحد والاصوات لا كنت بحاول على قد ما اقدر اي نقاش ما بيني وما بينه وهما في المدارس. ثانيه واحده، انت بتقولي انا فكرت في الانتحار؟ طبعا. ليه؟ عشان ما كنتش عارفه انفصل عنه، مش عارفه انفصل اروح فين بولادي، فكنت فكر ان انا انتحر احسن لاني ماليش مكان اعيش فيه، اكيد هو هيبقى حنين على ولادي. طب والتلات ولاد اللي في رقبتك قدام ربنا دول؟ ما اكيد هو يربيهم، بس جيت بعد كده فكرت ان انا حتى لو عملت كده ممكن يجيب واحده ما تخليش بالها منهم كويس او تعملهم وحش، بس لغايه ما عرفت اخد مكان واعيش فيه لوحدي بره. وانت مبسوطه دلوقتي؟ طبعا مبسوطه، كفايه ان انا ما حدش بيهني، ما حدش بيكلمني كلمه وحشه، ما بيردش عليا رد سيء مهما تعمل. خانك في شقتك؟ في شقتك؟ عرفتي ازاي؟ عرفت ان اثار الشعر اللي كنت باجي الاقيها على السرير. طب يعني انت مجرد بس شفتي شعر موجود في البيت؟ وطبعا اي ست بتبقى عارفه اذا كان ده شعرها ولا شعر حد تاني. واجهتيه بالكلام ده؟ قلت له، قال لي انا ما جبتش حد هنا، وابتدى يقل ادبه عليا ويمد ايده عليا، بيحاول ان هو يبرر لنفسه ان هو ما عملش اي حاجه غلط، رغم ان في دليل في الشقه ان ده مش شعري، يعني اللي جايبه شعرها اصفر، انا شعري اسود. طيب ما سالتيش نفسك لو كنت دخلتي البيت وظبطتيه مع واحده في اوضه نومك على سريرك كنت هتتصرفي ازاي؟ فكرت فيها كذا مره، بس ما كنتش عارفه ايه ممكن كان يبقى رد فعلي ساعتها، بس كنت فكر ان انا لو دخلت في مره لقيته كده كنت ممكن يهقتله يهقتلها، يا اما هو عشان يسكتني اكيد كان هيعمل فيا حاجه. وتخش البيت وانت خايفه بقى؟ كنت بخش البيت دوشة وانت داخله، اقول يا رب ما تورينيش اليوم ده، في الباب او في المفاتيح اساله هو انت فين عشان ما اتفاجئش بالمنظر دوت. طب انت بعد ما مسكتي القصه دي ما كانش في وقفه؟ ما جبتيش الكبار؟ ما اتكلمت زي ما بيقولوا كده؟ ما روقتيهوش عند اهلك لا واهله؟ لا اتكلمت، كان بينكر وبيقول لهم دي كدابه. طيب احنا بيشرفنا في الاستوديو المتر ساره درويش، بنرحب بيها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ساره هانم. ايه رايك في اللي انت سمعتيه؟ عندي كذا تعليق. يلا، ولو تحبي توجهي لها اي سؤال اتفضلي. لا انا اول سؤال هساله لحضرتك، هو كان بينثق يعني كان وانتم متزوجين بينثق عليكي انت واولادك كويس؟ لا كانت فلوسه دايما يقول لي ما الفلوس مش عارف راحت فين، اشتريت حاجات في الشغل. دي بقى بالنسبه لي انا كمحاميه جيم تشينجر. هتقولي ليه؟ لان انا لما بيجي لي كلاينت جوزها بيخونها بس بينفق، مش هتصدق، بقول لها استحملي. ليه؟ هو كده كده ده غلطان وده غلطان طبعا، بس هي بتقول عندها ثلاث ولاد، فثلاث ولاد دول محتاجين اب ينفق ومحتاجين بيت، وطبعا هي لو اتطلقت ليها حق مسكن وليها ليها نفقات عديده وهي والاولاد. دكتور رفعت قضيه ومش عارفه تتصرف. ما هي البروسيس طويل، يعني المده اللي على ما يتحكم لها فيها بنفقات بتاخد وقت، بس في الاخر هي ليها حقوق هي واولادها، بس في الخلع هي انت عارف طبعا في الخلع بتتنازل عن حقوقها هي، بس حقوق اولادها لو رفعت نفقات بانواعها دي حق، ولازم ترفع اجر حاضنه، مسكن حاضنه، مصاريف دراسيه، كل دي حقوق ولادها. هي ليه اخذت على عاتقها ان هي اللي تصرف عليهم؟ هو المفروض اللي يصرف على اولاده. هي لو عملت خلع بتتنازل عن حقوقها هي، حقوق الولاد. طب بعد اذنك يا متر، في جدليه كده واتعمل عنها افلام واتعمل عنها مسلسلات، لو كانت دخلت وقتلتهم كان ايه اللي هيحصل معاها؟ الرجل هو اللي زي ما شفت في الفيلم كده بتاع خيانه مشروعه. عفوا ايها القانون. لا وخيانه مشروعه كمان، الرجل بحق ويرث والحاجات دي. هو الرجل اللي ما بيتحكمش في اعصابه. الست بيبقى ليها زي المراه والسطور كده، لما بتبقى تقديرها للقاضي لو هي فعلا وقع عليها ضرر مرعب، يعني زي فيلم المراه والسطور، القاضي ادها حكم مخفف، ما هو بيبقى في حد اقصى حد ادنى للعقوبات. فلو كانت قتلته القاضي، هي طبعا هي قتلة، بس القضاة في بعض الكيسز بيبقوا عندهم رحمة بالظروف اللي أدت إنها تعمل كده. بس طبعا في حالة الأستاذة هي بتقول ما كان بيعملها وحش جدا، وكان ما بينفقش عليها ولا على أولادها، صح يا أستاذة ولا إيه؟ أيوة. فإن واحد ما بينفقش عليا، ما بينفقش على أولادي، وخاين متعدد الخيانات، يعني مش مثلا غلطة
مش نزوة يعني. بالضبط. في رجالة كتير قوي بتغلط لان ده طبع عند الكثير من الرجال. كتر خيرك انك قلتي الكثير من الرجال مش كل الرجال، بعض الرجال. فلو هو بينفق ودي غلطته الوحيدة وكويس معاها وبيراعيها بس عنده غلطة الايه، انه انا اسفة يعني بتاع ستات سنة، هسامحه مرة مرتين. بس هي بتقول انه هو كان يعني متعدد جدا في علاقاته وكان قليل ادب معاها، سوري يعني. صح يا استاذه؟ ايوه. وبيعملها باهانه وما بيصرفش عليها. الانفاق دي كي انجريدينت، يعني ما ينفعش تبقى فيك كل العبر دي وكمان ما تصرفش عليها. طب هتقعد طيب معاك ليه؟ اسمحي لي يا متر اسال حضرتك، يعني لو احنا مش عايزينها تقتل وتخش السجن، لا احنا مش عايزينها، عايزين نعرف ازاي تقدر تثبت واقعه الزنا. اوكي. هو الزنا في قانون عقوبات من اصعب الحاجات اللي ممكن دي حقيقة إثبتها، إلا بالاعتراف أو بالقرينة يعني أو بالشهود. يعني هو اعترف، جه اعترف ده خلاص، ودي صعبة التحقق طبعاً، ده حل. أو بالقرينة إن هو أنا لقيت مسج بطن، يعني في اللي هو أنا لما نزلت من عندك، أنا لما طلعت من عندك، أنت لما نزلتي من عندي، اللي هو مسج ما فيهاش غير قابلة، ما غير قابلة للشك. ففي مسجز وحاجات كده. وبرده في الزنا بالذات انت بتروح، الست يعني اللي شاكه في جوزها بتروح للنيابه، او بتبقى عارفه مثلا هو عند الست اللي بيخونها معاها فبتطلب النجده. فتلبس تلبس. الزنا اثباته تلبس او اعتراف. فالتلبس او الاعتراف دول حاجتين صعبين جدا. انت اتس ايدر ان الست مش هيعترف على نفسه، والتلبس ده برضو صعب جدا. والتلبس ممكن يخش في وقت غلط اساسا. لا، والتلبس ده انت هتبقي بتفضحي ابو ولادك. ما هو انا هقول ان ابو ولادي زاني، ما هو دي حاجه برضو فضيحه. والعكس على فكره صحيح، ما في رجاله اوقات كتير قوي بتجيلي ككلاينت معاهم يعني دليل ان الست دي زانت فعلا. ما هو زي ما الراجل بيخون في ستات بتخون طبعا. فبقول له كده بالظبط، دي ام ولادك هنفضحها؟ هنقول ان ام ولادك دي زانيه هتروح للنيابه تحبسها مينيمم اوف 6 شهور لسنتين؟ ما هو عقوبه الزنا طبعا الحد ادنى واقصى سنتين اقصى وست شهور. للرجاله 6 شهور اقصى، وللستات سنتين اقصى. وانتوا عندكم اولاد، فالحل ايه؟ هي جرائم الشرف والعرض دي بتبقى حساسه جدا جدا، وللاسف مش واحدة بس اللي بتلمسها، دي بتلمس ممكن عيلة وأجيال مستمرة بعد كده، والناس بتفضل يعني تتوارثها. طيب حضرتك شايفة الأستاذة سين ننصحها بإيه؟ أنا أنصحها إن هي تجري ورا نفقات أولادها، لأن ما هي مش عارفة تاخد حاجة. ما هي لو هي مش مطلقة كنت هقول لها تعمل إيه؟ إزاي تاخد حقوقها منه؟ لأن هي أنا مش عارفة هي ليه عملت خلع، ما كانت ممكن تعمل طلاق للضرر فتحتفظ بحقوقها، نفقت العدة ونفقت متعة مؤخر الصداق. كده ليه؟ ما حدش وجهني ان انا اعمل حاجه زي كده. انت رحت عايزه اخلع فرفضت. عايزه الخروج الامن. يعني هي متضرره، الخيانه دي ضرر وقع عليها، وهي بتقول انه كان بيشتمها ولما واجهته ضربها. كل دي اسباب، يعني كل ده ضرر وقع عليكي، تحتفظي بحقوقك فيه. ليه اتنازل عن نفقه عده ومتعه ومؤخر بالخلع في حين انا ممكن احتفظ بيهم بالطلاق للضرر، وهي وقع عليها ضرر حقيقي يعني نفسيا. دي بتقول لك هتحاول تنتحر. يعني هو هي ابيوزد هير فيزيكلي ونفسي. فالاستاذه كان لازم تعمل بدل خلع طلاق للضرر. دي اول نصيحه انا كنت هنصحها لها لو كانت جت قبلي. دلوقتي هي خلاص عملت خلع واتحكم لها فيه، دلوقتي ما قدامهاش غير ان هي تجري ورا نفقات بانواعها لثلاث اولاد ويوفر لها سكن. هي ما ينفعش ان هي اللي تاجر المسكن صح. بتاعها لازم سكن حاضنه بالظبط، ومصاريف دراسيه. انت مش المفروض تدفعي كل ده. ما كانش قدامي حل إلا إني أخلص من اللي أنا فيه، ودي أهم كانت حاجة عندي علشان المشاكل اللي أنا كنت عايشة فيها أنا والولاد طول الوقت. ما كنتش عايزة الولاد تحس بأي حاجة خالص. ما هو للأسف إحنا بنخش في قصة إيه بقى دايماً يا مترو، أكيد أنت لمسة الحاجات دي. أنت ما بتصرفش وأنا مش هوري لك العيال. طبعاً ده بنلعب الجيم المشهور ده في مصر. مشهور ده هو دايماً منوي. طبعًا. انت انا هنتقم منك في العيال طبعًا. ومش هدفع فلوس، وانت والله العظيم ما انت شايف. ايوه انا وفي رجاله كتير تقول انا مش هصرف على عيال ما بشوفهمش. دي كلمه برضو شهيره وفيها جزء من الصحه برضو. هصرف على اولاد ما بشوفهمش ليه؟ انا بشوف ان الفلوس ملهاش علاقه بالرؤيه، وقله الفلوس ملهاش علاقه بالحرمان. هي سايكل.
للأسف بالزبط. العند بالزبط. لما بيجي طلاق بيحصل معاه أوتوماتيكلي عند، فهي تقوم قايلة طب أنا مش هوريك الولاد، فهو يقوم قايل طب أنا مش هصرف عليهم. مين الضحية هنا؟ الطفل. بس كده. هو مش بينتقم منها بالزبط. ولا هي بتنتقم منه. هما الاثنين بينتقموا في بعض في أولادهم. طيب حضرتك حابة توجهي رسالة أخيرة للأستاذة سين أو للناس اللي في موقفها دوت؟ أنا هوجه رسالة، وهي رسالة شوية ممكن ناس تزعل منها. لا اتفضلي. أنا هوجه رسالة إنه ما تستسهلوش الطلاق، يعني مش كل حاجة تحصل نتطلق. طبعا في حالة أستاذة سين دي تستسهله عادي، لأن ده راجل كان سيء جدا، بيوهنها بيضربها ما بينفقش عليها. أنا دايما أقول لو راجل فيه حاجات كتير قوي حلوة بس عنده غلطة، يعني كله مميزات، أب هايل، زوج هايل، بينفق على قد ما بيقدر، إنسان كريم مش بالغنى والفقر بالإنفاق، بس عنده غلطة، مثلاً إنه بيمد إيده أو بيشتم أو بيخون بس غصب، يعني نزوة، ممكن نسامح، بس في حد عشان ما نهدش البيت. فاستسهال الطلاق ده أنا ما بحبوش، لكن لو حاجة بتهد البيت زي ما الأستاذة قالت، ولا إنفاق وإهانة وضرب وشتيمة وكل الأركان دي موجودة في شخص، طب هسامحك ليه؟ وهو أصلاً ما على فكرة هو مطلبش السماح. الحقيقة يا متر أنا مبسوط جداً برأي حضرتك التنويري ده، لأن يمكن من القلائل اللي بتقولي زي بلاش ننزل في أول محطة، دي حقيقة، خلينا ننزل في آخر محطة، يعني لما تخلصوا خالص الود تعالوا نتخانق. بالظبط. بشكرك جدا، شرفتينا، ويريت تكرري الزيارة تاني. وبشكرك وأتمنى أن أنا أكون قدرت أن أنا أحل جزء من مشكلتك. أنت معاكي حد من أشطر المحامين في مصر، وهنتابعك ونطمن عليكي إن شاء الله. أنا سعيد ضد الخيانة، أنا سعيد ضد الضرب والإهانة، أنا سعيد ضد الانتقام من الأطفال. بشكركم، نطلع فاصل ونرجع تاني بضيف النهاردة.